السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة سمايل. إن شاء الله النهاردة هنكمل كلامنا عن موضوع جولي فونيكس. الجولي فونيكس باختصار هو أسهل وأسرع طريقة لتدريس الطفل القراءة، إزاي يتهجأ ويقرأ في الإنجليش زي ما بيتهجأ ويقرأ في العربي. كل الانجليش تيتشرز اتسألوا السؤال ده، امتى ابني او بنتي هيقدر يقرأ انجليزي زي ما بيقدر يقرأ العربي؟ بيتأخروا جدا على ما بيعرفوا يتهجوا الكلمة ويقرأوها زي ما بيعملوا في العربي، وده بسبب ان ما كانش في منهج محدد لتدريس القراءة للاطفال، زي مثلا في اللغة العربية لما ظهرت طريقة نور البيان، فدي حاجة مشابهة ليها في الانجليش. منهج الجولي فونيكس منهج رائع جدا. الجولي فونيكس مقسمة الساوندز الأصوات بتاع الألفابتس الحروف الهجائية في 7 جروبز، في 7 مجموعات. طيب ترتيبهم ازاي؟ مش ماشية بترتيب الألفابتيكال أوردر، مش تبع الترتيب الهجائي، ولكن لها ترتيب معين، والترتيب ده الميزة انه بياخد الطفل من الأسهل للأصعب بطريقة تدريجية. فهنلاحظ ان اللاترز الحروف متقسمة ل 7 جروبز ولكن في شكل ساوندز، في شكل اصوات. يبقى هنلاحظ ان الالفابتس الحروف الهجائيه بندرسها بطريقه الساوندز الاصوات، والساوندز دي متقسمه ل 7 جروبز، لسبع مجموعات. برضو لو ركزنا هنلاقي ان ترتيب الساوندز ملوش اي علاقه بترتيب الالفابتس، بترتيب الحروف. يعني مثلا هنشوف جروب نمبر 1 بدأ بحرف الاس، the letter S. طبعا الاس هنا صوته س، وهنتعرف على كل الاصوات دي ان شاء الله. نلاحظ ان جروب نمبر 1 الاس والاي والتي والاي والبي والان، ولكن القراءه في الجولي فونكس بننسى تماما اسم الحرف، ننسى تماما اسم الحرف، بنركز على صوت الحرف. يعني مثلا س ا إيه ب وهكذا. إن شاء الله هنمر على كل الساونز دي ونعرف النطق الصح بتاعها وكل شيء يخص الجولي فونيكس. طيب نكمل كلامنا عن الجولي فونيكس. الجولي فونيكس من أهم مميزاتها إنها زي ما قلنا فاني، يعني ممتعة، حاجة لذيذة بتشد الطفل. ليه؟ لأن أول شيء كل ساوند بيكون has its own action، كل صوت بيكون ليه الحركة الخاصة بيه، يعني بنمثل بإيدينا وبنعمل حركات، فده بيشد الطفل وبيجذبه جدا. يعني الجولي فونيكس بتكون a child centered approach، يعني طريقة كل تركيزها الرئيسي على الطفل، يعني هو بيكون الهيرو البطل في الموضوع، لكن مش المدرس اللي بيعمل كل حاجة. عشان كده بيكون في تفاعل أكتر إن شاء الله، وبيكون في نتيجة أسرع. الجولي فونيكس بتدرس من خلالها 5 skills، 5 مهارات. 5 skills، 5 مهارات. ايه هي الفايف سكيلز اللي منهج الجولي فونكس بيدرسها؟ سكيل نمبر 1 learning letter sound. طبعا اول شيء ان احنا بنتعلم صوت الحرف، learning letter sound. اول شيء بنتعلم صوت الحرف، ده نمبر 1، سكيل نمبر 1. سكيل نمبر 2 learning letter formation، يعني how to write، how to write. تاني سكيل مهارة بتكون هي learning letter formation. letter formation اللي هو طريقة كتابة الحرف، ازاي بكتب الحرف. هو طبعا في النطق بيكون ساوند بننطقه كصوت، ولكن في الكتابة في النهاية هو بيكتب كأي letter، كأي حرف. بتعلم انطق الصوت واتعلم اكتب الحرف. skill number 3 وهي skill بقى بداية
الثمرة بتاعتنا وبداية الإنتاج اللي هي اسمها blending. blending زي ما قلنا قبل كده اللي هي الايه، blending زي ما بنقول الدمج، يعني اني اجمع الحروف جنب بعض وبعدين يبدأ الطفل يتهجى ويقرأ واحدة واحدة. يعني مثلا for example لو اول صوت في الجروب الاولى هو عندنا تاني صوت هو الأ أ، تالت صوت هو كده، انا عملت blending يعني دمجت الحروف مع بعض. دلوقتي الطفل بيجمع وبيقرأ وبيتهجى سات سات، اوكي، and this is blending. دي بداية ظهور نتيجة الشغل مع الطفل لما يبدأ يتهجى ويعمل blending ويقرأ الكلمات الصغيرة. skill number 4 عندنا بتكون هي identifying the sounds in words، الأصوات اللي هو تعرف عليها بشكل فرد، بيبدأ يتعرف عليها داخل الكلمات، يتعرف عليها داخل الايه الكلمات. يبقى skill number 4 identifying the sounds in words، identifying the sounds in words، بيبدأ يتعرف على الأصوات داخل الكلمات. skill number 5 ودي بقى بتكون هي التوب ليفل، خلاص لما الchildren يوصلوا ل skill number 5 كده وصلوا للتوب ليفل، يعني خلاص وصلوا لمرحلة التوب، وهي التريكي ووردز. التريكي ووردز دي اللي هي الكلمات بالبلدي كده الخادعة، الكلمات اللي بيكون نطقها مخالف للسبيلنج بتاعها. يبقى التريكي ووردز هاف irregular spellings and children learn these separately، يعني بندرس التريكي ووردز للأطفال بطريقة منفصلة، بندرسها كلمات منفردة كده، ونتعلم ازاي كمان نقرأ الكلمات اللي بيكون البرونانسيشن بتاعها مختلف عن السبيلنج. اوكي كده النهارده خدنا فكره سريعه برضو عن الجولي فونكس والسكيلز اللي بتقدمها. اخر حاجه بس عايزه اقول بالنسبه لللاتر فورميشن، بالنسبه للكتابه، الكتابه احنا اتكلمنا عنها قبل كده. الحقيقه ان في حاجه عايزه اقول عنها، وهي ان احنا ممكن نستخدم ابلكيشنز، يعني تطبيقات موجوده عندنا كلنا في البلاي ستور بالعربي اللي هو متجر بلاي على التليفون عندنا. لو عملت سيرش على الجولي فونكس هتلاقي برضو فيها اللاتر فورميشن داخل الابليكيشن، ولكن في ابليكيشنز بتكون اصلا مخصصه للكتابه، وطبعا انتوا عارفين ارتباط الاجيال دي بالفون يعني، فنحاول نستغل الموضوع ده ان شاء الله. في ابليكيشن حلو جدا انا جربته اسمه الرايدنج بورد، ده الرايدنج بورد. الحقيقة الابليكيشن ده حلو جدا جدا في الكتابة، وهو كمان برضو سو فاني، بيحس انهم يلعبوا. بيعمل طبعا بنمسك القلم ويتدرب، بيكتب في النوت بوك في الكراسة وعلى البورد السبورة، وفي نفس الوقت بقى بعد ما نخلص علشان اعمل تأكيد انه خلاص عرف الصوت او الحرف، ممكن نعمل اللعبة دي في الابليكيشن ده. انت كده هنا pick the pencil، ومثلا نقول مثلا هنا سوري، نقول هنا كده ادي الساوند، خلاص عايز كمان ان انت to remove this، تمسح كده، ممكن to pick the wrapper، تمسح بالرابر بالمساح، او ممكن تعمل هنا اعادة فورميشن، يعني هو التليفون بيعيد كتابة الساوند اللي انت عملته تاني. اوكي نبدأ تاني، نقول هنا كده pick the pencil، اوكي. طيب ممكن اعمل ريموف، يعني اعمل مسح كده باستخدام الرابر المساحة،
وفي حاجة بقى حلوة جدا، ان لو الطفل كتب الساوند او اللاتر ساوند ده كتبه بطريقة خطأ، وعايزة اوريله ازاي هو كتب بطريقة مش حلوة، واعمله فيدباك، اعمله تصحيح، ولكن بدون ما يكون في زعل. ممكن اعمل كده، هنلاقي ان الابليكيشن بيعيد الكتابة بنفس الطريقة اللي انا كتبت بيها، فكده هشوف انا كتبت ازاي، صح ولا خطأ، واعرف اقيم نفسي. وهتبقى على فكرة حلوة جدا، كأنهم بيلعبوا، لكن في النهاية هيلاقوا نفسهم اتعلموا ازاي انهم يكتبوا لوحدهم. وبكده نكون خلصنا النهاردة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.